لمزيد من التفاصيل حول تطورات الحرب في غزة معنا من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني السيد صلاح الدين العواودة، وكذلك من رام الله عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد عمر عساف. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ صلاح الدين. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يقول إن مجازر الاحتلال لن تضطر الفلسطينيين إلى مغادرة غزة. يا ترى طلب الاحتلال من الفلسطينيين إخلاء قطاع غزة، كيف يفهمه الفلسطينيون؟ مساء الخير لك والأستاذ عمر الضيف الكريم والسادة المشاهدين. الفلسطينيون يفهمون بأن طلب الاحتلال يعني القضاء عليهم ويعني إبادة جماعية، فلا يوجد مكان ليذهبوا إليه. هذا ما تبقى لهم من فلسطين. أغلب سكان قطاع غزة هم لاجئون أخرجوا من فلسطين عام 48 إلى المخيمات في قطاع غزة. في 48 صدقوا الجيوش العربية بأن خروجهم فقط مسألة أمن ولأهداف إنسانية، وأنه بعد انتهاء المعارك ستحرر الجيوش العربية فلسطين وتعيدهم إلى بيوتهم. اليوم الاحتلال يحاول أن يكرر نفس الكذبة ويحاول أن يستخدم الأنظمة العربية في هذا السياق. لا يوجد عودة. أهل غزة أكثر ناس يعرفون أنه لا يوجد عودة، وأنهم سيقتلون ويهانون وسيذلون أينما ذهبوا ما لم يصمدوا في وطنهم ويبقوا فيه، وأن الخيار الوحيد منهم للمغادرة فهو إلى بلداتهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948. هذا موقف أهل غزة، لا خيار ولا بديل أمامهم. أهل غزة يصب عليهم الجحيم على يد الكيان الصهيوني، وهم باقون على هذه القاعدة أننا نموت في بلادنا ولن نخرج منها، وأننا ملتحمون مع مقاومتنا ولن نتخلى عنها. هذا الرد الذي يدفعون ثمنه، هذا الرد الذي دفعوا خلال 24 ساعة الأخيرة فقط أكثر من 300 شهيد. وبالتالي الاحتلال ماضي في سياسة الغطرسة التي يهدف منها إلى إبادة قطاع غزة بالكامل. والاحتلال يعرف ظروف قطاع غزة ويعرف أنه لا يوجد ملجأ يهربون إليه في قطاع غزة. أساساً يضيق قطاع غزة بسكانه في الوضع الطبيعي، فالآن يضيق بهم أكثر. من حاول من أهل سكان قطاع غزة أن يخرج من بيته عاد إليه، لأنه لا يوجد فعلا يعني حرفيا لا يوجد مكان ليذهبوا إليه. قطاع غزة ليس سوريا ولا حدود تركيا ولا العراق ولا الموصل ولا سكان غزة، فقط سكان غزة، وغزة لا تتسع إلا لسكانها، وبالتالي لا مجال ليخرج أحد منهم إلى مكان آخر. من يذهب إلى أصهاره وإلى أقاربه يقصف ويقتل عندهم، وبالتالي الخيار الوحيد أمام قطاع غزة، أمام أهل قطاع غزة، هو البقاء والصمود ومواجهة الاحتلال. أسئلة تثار حول مواقف الدول العربية، أصبح لها تصريحات بخصوص قطاع غزة وما يجري فيه من مجازر. ابقى معي أستاذ صلاح بالانتقال إليك أستاذ عمر عساف. يعني ما أهمية مواقف أو تصريحات الدول العربية وإن كان أهل غزة يعتبرونها رسمية؟ عفوا رمزية. أنت مساء، أنت والأستاذ صلاح وكل المشاهدين أيضا. لا، هناك أهمية للمواقف وليس للتصريحات. لماذا هناك أهمية للمواقف؟ لأن الاحتلال عمليا بأكاذيبه حاول أن يجيش كل العالم ضد الشعب الفلسطيني، وحتى للأسف بعض الدول العربية أصدرت بعض المواقف التي لا تليق لا بقيم العروبة ولا صلة لها بالحقائق وبالوقائع. وبالتالي أن يكون هناك مواقف عربية داعمة لحق الشعب الفلسطيني، خصوصا من الدول المحاذية لفلسطين، دول الجوار، حين يكون هناك موقف واضح لمصر يقول لا لاستقبال
مهجرين فلسطينيين، لن نسمح بذلك، ولن نسمح إلا بفتح معبر رفح باتجاه واحد وهو تقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. وحتى كما نقل اليوم هنا يكون بعض الموظفين أو بعض الأمريكيين يريدون الخروج عبر معبر رفح وترفض مصر وتعيدهم، لا، هذا موقف يعني يرحب به من قبل الشعب الفلسطيني. وبالطبع حين يكون موقف الأردن هكذا، وحين يكون الموقف السعودي واضحا بأننا جمدنا أي شيء أو أي حديث عن التطبيع، وأننا نؤيد وندعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه وحقه في إقامة دولته، أنا أعتقد هذا مواقف لها أهميتها. لماذا؟ لأنها تؤكد فشل المهمة التي جاء من أجلها وزير الخارجية الإسرائيلي الأمريكي بلينكين من أجل الترويج لمشاريع يريد أن يفرضها في المنطقة. وبالتالي لا، نحن كفلسطينيين بالتأكيد مرتاحون لتطور مواقف بعض الدول العربية. بالطبع هذا كله ينتج عن أن الشعوب العربية عبرت أمس بشكل واضح عن دعم وتبن للقضية الوطنية الفلسطينية كما عهدناها وكما عرفناها، وأكدت دعما منقطع النظير للمقاومة الفلسطينية ورفضا للعدوان والاحتلال. وهذا أيضا، لا أريد أن أتحدث عن الدول غير العربية، ولكن ما شهدناه أمس واليوم شكل طوفانا بشريا من قبل كل شعوب العالم ضد هذا الاحتلال، لأن أكاذيبه قد افتضحت، وأن كل ما حاول أن يفعله من أجل شيطنة المقاومة ومن أجل أن يصور المقاومة دون قيم أو أخلاق ارتدت عليه، واعتذر الصحفيون الذين روجوا لمثل هذه الأكاذيب. وبالتالي أنا أعتقد على الصعيد العالمي نحن متجهون إلى أن نحسن وضعنا كفلسطينيين وأن بما يساهم في ردع الاحتلال والعدوان. طبعا نتحدث أيضا عن يعني الخارجية الأمريكية تحدثت في الرياض وفي الدوحة. أبقى معي أستاذ عمر لو سمحت، سأنتقل لأسأل الأستاذ صلاح الدين. أستاذ صلاح الدين عوودة، بالنسبة للخارجية الأمريكية تحدثت في الدوحة وفي الرياض عن أنها سوف تضع حدودا لمنع اتساع رقعة هذه المعركة وهذا الصراع الحالي الجاري في غزة. يا ترى كيف يمكن ذلك؟ و يعني هناك دعم من واشنطن حقيقي للاحتلال؟ حقيقة الدعم ثابتة على مر العقود الماضية. الولايات المتحدة متبنية للكيان ومدافع عنه ميدانيا بالأسلحة التي تمده بها وبالحماية الدولية في المؤسسات الدولية وبالتمويل، تمويل التسليح والقضايا الاقتصادية. العداء للشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الأمريكية واضح تماما، لكن هذا لا يعني أن الموقف السياسي للإدارة الأمريكية يتطابق مع الموقف السياسي لحكومة الاحتلال، سيما وأن الموقف السياسي يختلف بين اليمين واليسار لدى حكومة الاحتلال أو لدى الاحتلال نفسه. وبالتالي هذا مدخل للخلاف حول طبيعة المعركة وشكل المعركة وأهداف المعركة. يحصل الاحتلال على ضوء أخضر من الولايات المتحدة صحيح، وعلى كل الدعم المالي والدعم العسكري، ولكن لا بد أن يأتي يوم وتأتي ساعة ويكون هناك خلاف بين الولايات المتحدة والاحتلال على جزئيات. هذا يؤدي في النهاية إلى إحباط جهود الاحتلال في هذه العملية. هذا الكلام ليس لصالح الولايات المتحدة، ولكن هي طبيعة الأوضاع كما الخلافات داخل الكيان الصهيوني نفسه. فمثلا الولايات المتحدة تحاول أن لا يكون هناك مأساة إنسانية كبرى في قطاع غزة. بالنسبة لها الأمر يعني محرج أمام نفسها، أمام جمهورها، أمام العالم، وهي تدعي أنها تحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
بينما الكيان يتسلح بالدعم الأمريكي لارتكاب المجازر والفظاعات تجاه قطاع غزة. الخطة التي يعلن عنها الكيان في قطاع غزة لما يسميه إسقاط حكم حماس أو القضاء على حماس أو ما إلى ذلك، في التفسير الأمريكي غير قابلة للتطبيق. الملايين من البشر هناك بدون مأوى، يجب أن يجيب الاحتلال ماذا سيحل بهم، كيف سيكون هناك إمداد للقضايا الإنسانية. الولايات المتحدة لها شبكة علاقات في المنطقة وتحسب الأمور بشكل أوسع من الكيان الصهيوني. النظرة لعملية التسوية أيضا عند الإدارة الأمريكية مختلفة عنها عن الاحتلال. وهذه الجولة أساسا أو هذه الحرب أساسا هي لأن الاحتلال يرفض السير في مسار التسوية. الأفق مسدود أمام الفلسطينيين. قفز الاحتلال عن الفلسطينيين والذهاب إلى التطبيع حسب كثير من المحللين الأمريكيين وحتى الصهاينة ويدينون نتنياهو تحديدا في هذا الأمر، هو أحد أسباب انفجار الوضع. وكلهم يقولون أنه لا يمكن الذهاب إلى علاقات طبيعية في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية. وبالتالي هناك شقوق وهناك خلافات بين الولايات المتحدة والكيان، ومع تطور المعركة ومرور الأيام هذا الخلاف يزداد حول التفاصيل، حول خطة الكيان لما بعد الحرب وليس في وقت الحرب فقط. نعم، ابقى معي أستاذ صلاح الدين. أستاذ عمر عساف، يعني هناك تظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، بطبيعة الحال تطالب هذه التظاهرات بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك أيضا إطلاق سراح الأسرى في غزة، الأسرى الاحتلال، في جنود الاحتلال لدى الفلسطينيين. يا ترى هل ستكون هذه المعركة هي القشة التي ستكسر ظهر نتنياهو؟ لا، أنا أعتقد أن المعركة كسرت ظهر نتنياهو. ونتنياهو أنا واثق أنه انتهى سياسيا، هو وكل التيار، يعني التوجهات التي يمثلها. لماذا؟ لأن المعركة بداية طوفان الأقصى أثبت فشلا على كل الأصعدة، أثبت فشلا أمنيا، استخباريا، عسكريا، سياسيا ومجتمعيا. وبالتالي هم هزموا عمليا، ولكن سن السكاكين كما يقال يبدأ فور اليوم التالي لوقف إطلاق النار. ولكن تجاه نتنياهو، الجميع بدأ يهاجم نتنياهو حتى خلال الحرب. هناك من قال قبل بضعة أيام إن نتنياهو يتصرف كزعيم عصابي ولا يتصرف كرئيس حكومي. اليوم تكون المظاهرات للمطالبة بأبنائهم الأسرى داخل السجون أو داخل يعني لدى المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذا عمليا يشكل أيضا تأكيدا على أن نتنياهو انتهى. فنتنياهو كنتنياهو أنا في تقديري مرة أخرى أصبح من الماضي. قدر ما يحاول أن يزيد من المعركة، أن تستمر المعركة، أن يوصل المعركة، لأنه يدرك أن اليوم التالي لوقف إطلاق النار هو تقديم نتنياهو للاتهام بأنه مقصر، بأنه سبب الهزيمة، بأنه كل هذا. أنا بس أود أن أقول ملاحظة على ما تفضل به زميلي. أنا لا أعتقد أن أمريكا وإسرائيل يمكن أن تختلفا إلا على قاعدة صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية وصمود الموقف العربي. لأن عمليا بايدن وبلينكين الذي أعلن عنه هذاك قال أنا صهيوني حتى النخاع، وهذا جاء يقول أجدادي قتلوا في ألمانيا، وكأن الفلسطينيين هم الذين قتلوا أجداده في ألمانيا. وبالتالي هم أعطوا إسرائيل ومن ذلك ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، قدموا لإسرائيل كما يقال شكا على بياض. منذ اليوم الثاني أخذت الأسلحة تدفق. طبعا سيتراجع الأمريكان ويتراجع الإسرائيليون على قاعدة مرة أخرى صمود المقاومة، وهي صامدة وقادرة على إلحاق كثيرا أو كثير من الخسائر
بجيش الاحتلال ومجتمع الاحتلال وبنية الاحتلال، وبالتالي هذا من شأنه أن يجعل أمريكا تتراجع وإسرائيل مجبرة أيضا أن تتراجع، خصوصا إذا ما أدركنا أن هناك إمكانيات لتوسع المواجهة والمجابهة لتمتد إلى جبهات أخرى، وبالتأكيد أن أمريكا والغرب الذين استنزفتهم أوكرانيا لن يكونوا لا قادرين ولا معنيين بحرب إقليمية أخرى واسعة في الشرق الأوسط، خصوصا أن هناك ما ينتظرهم في جنوب شرق آسيا مع كوريا الشمالية والصين وتايوان وكل ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن موازين القوى هي التي ستردع الاحتلال وستجعل أمريكا تتراجع عن هذا الدعم الهائل للاحتلال. شكرا لكما ضيفي بانوراما رافدين، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد عمر عساف، وأيضا المختص في الشأن الفلسطيني السيد صلاح الدين العواوده.